ابدا معاكي بقى يا استاذه امل. اتفضلي. تشتغلي في ايه بقى؟ اصدمي الناس كده. انا بشتغل في قطع غيار الجرارات الزراعيه، واعتبر ان انا اول واحده على مستوى الجمهوريه او العالم كله بشتغل في قطع غيار الجرارات الزراعيه. وبعدين بروح الورشه او كده عشان ان انا استفيد من شغلي، ان انا اعرف القطع دي بتركب فين او بتحط فين، او البليه دي او المسمار ده، ابقى فاهمه لما يجي لي حد. فعندك خبره في الميكانيكا كمان. أي. ايه اللي وداكي هناك؟ يعني دايما المجال. ايوه طبعا. ايه اللي وداكي عند الجرارات الزراعيه؟ يعني ممكن نقول طيب كنتي بتحبي الحاجات دي، بتفرجي عليها، ايه اللي حصل؟ لا، هي وراثه اولا عن والدي. فانا حبيت ان انا يعني ايه اظهر، اعمل نفسي ان انا بقى حاجه مميزه. حاجه يعني ايه، ان ما يبقاش الانسان العادي مش ما يشتغلهاش. انا اشتغلها. حبيت ان انا اظهر ان انا مش اقل من اي حد عادي يعني. وقدرتي والحمد لله، وبقيتي اكتر من اي حد طبعا.